السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن محصول البرسيم، وهو من أهم محاصيل إنتاج الأعلاف في مصر. ونحن الآن يوم 15 مايو 2020. إذن البرسيم في مرحلة النضج، تركه المزارع لإنتاج البذور، كما يقال برسيم تربية. نتحدث عن أخطر حشيشة تؤذي البرسيم، وهي حشيشة الحامول، وهي حشائش الحامول، وهو من أخطر المتطفلات التي تهدد نبات البرسيم، حيث تلتف، هو متطفل لا ينتج غذائه، فتلتف نباتات الحمول تلتف على نبات البرسيم كما نشاهد. هذا هو نبات البرسيم، تلتف نباتات الحمول عليه وتدمره وتمتص عصارته وتؤذيه. إذا من أخطر المتطفلات على نبات البرسيم، هذا هو نبات البرسيم، من أخطر المتطفلات هو الحامول، من الحشائش الخطيرة جدا التي تضر بمحصول البرسيم هذا العام. وإذا تركت وكما نشاهد، يعني هذه نباتات الحامول في مرحلة تكوين البذور، إذا تركت نباتات الحامول الخضراء هذه لكي تنتج البذور بهذا الشكل، فهي خطيرة جدا، لأنها تهدد المحصول كذلك العام القادم. نعم، هذا هو نبات الحمول يلتف على البرسيم، هذه نباتات البرسيم قائمة، نبات الحمول يلتف عليه ويتطفل ويمتص العصارة ويؤذي المحصول. وإذا ترك الإنتاج التقاوي، أو يعني بسبب الإهمال، طبعا لا يترك عمدا متعمدا، فإذا تركت نباتات الحمول أو متطفل الحمول لإنتاج التقاوي بهذا الشكل، فهي تهدد البرسيم العام القادم كذلك. كان يجب التخلص من هذه الحشيشة الخطيرة المدمرة، أو انتقاء تقاوي جيدة من مصادر موثوق بها، وخاصة وزارة الزراعة أو أي مصدر موثوق به لشراء التقاوي. نكرر مرة أخرى، حشيشة الحمول أو متطفل الحمول هكذا بيدمر النبات ويسبب له الجفاف، هكذا يعني الحمول يقتل نبات البرسيم، النبات مدمر، نبات البرسيم قد يكون مرحلة موت، بيدمر نبات البرسيم. هذه حشيشة الحمول أو متطفل الحمول، ومن أخطر المتطفلات. هنا وهنا أخضر، وهنا في مرحلة، يعني في مرحلة نضج، وهنا البذور ناضجة بالفعل. فكان يجب على المزارع التخلص من نبات الحمول مبكرا لعدم تكوين بذور، لأنه من أخطر المتطفلات التي تؤذي البرسيم هذا الموسم والموسم القادم إذا تكونت البذور. هذا ما لدينا